سمعنا كثير عن كافيهات اليابان وأفكارها العجيبة، مثل كافيه البوم، كافيه الكلاب، كافيه الثعابين اللي زرناه قبل، كافيه القطط، واللي سمعنا عنه أكثر شيء قطط بأزياء مضحكة وغريبة، قطط بتاكل آيس كريم، قطط بتلعب مع أي شخص بدون أي خوف. أدرس واسترخي بين القطط، ولأنه بهالفيديو نوح اللي فاز بالتحدي طلب منا نأخذه على كافيه القطط، فلهيك رحنا هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله، اليوم رايحين على مكان نوح اللي طلبه. دخل قطط عشان أنا فزت، تذكروا؟ سرعة نروح. أخيرا يا جماعة وصلنا لطوكيو. والله المكان أزمة أزمة أزمة، يعني يدوب لقينا مصف تمارين أويتي. مناطق زي طوكيو عادة الناس بتنقل بالبسكليتات، صعب جدا بالسيارة، تتأخر وأزمة مصفات غالية، بس وين احنا؟ بعيد كثير بيتنا، فلهيك لازم بالسيارة. المكان شكله غريب جدا، كأنها لعبة عن جد، داخلين لعبة بلاي ستيشن. حتى صوت الباب، نوح افتح الباب، شوف الصوت زي بداية الألعاب. آثار القطط، زي الصغور اللي عندنا. صحيح الأجواء عن جد غريبة، شوفوا الشباك تاع الباب، آثار القطط. أصحاب المكان كانوا مدققين كثير على كل التفاصيل الموجودة هناك، حتى الحمام، شوفوا إيد الباب، ولما تدخل لجوه بتحس حالك داخل على كهف، فبتحس إنك عن جد زاير بيت للقطط. شوي شوي عليها علي، لا تلحقوها. شوي معصبة. معصبة؟ لا هي شكلها زين. يمكن بخطر ببالكم سؤال إنه ليش الناس بتجي لهاي المقاهي؟ صراحة في اليابان موضوع شراء القطط مكلف جدا، وبرضو بعض الشقق والأماكن السكنية بتمنع وجود القطط، لكن الناس بتروح على هاي الأماكن حتى تتسلى معاها، ولأنه برضو نادرا ما تلاقي قطط في شوارع اليابان. الآن الميكروفون مع نوح، فهو اللي راح يرشدكم في المكان. نوريك البسة، استنى كمان شوي حلها. هي أنا أصلاً مش زي الولد. يا بسي، مش ماشي، أنتم تفهم ياباني. أجواء المكان بتحسسك إنها مستوحاة من أفلام الكرتون الخيالية، يعني التفاصيل والأثاث الموجود هناك وكأنك بفيلم كرتون وادي الأمان. مبينة مي عن جد صح؟ يلا نورجيكم المنيو عندهم هنا، وما في أشياء كثير يعني، عندهم عصائر للأطفال، شاي، القهوة هون شكلها حلو، فحكينا نجربها، كنا بدنا أكل بساس نطعميهم بس حكولنا إنه خالص. إحنا طلبنا واحد نسكافيه والأولاد عصير برتقال، وإحنا الاثنين شوفوا شاي. وهالي شفناها على أساس إنها بمج أو كوب، حاطينها بكاسة ورقية بس عشان هاي الرسم. وكعادة اليابانيين فلازم كل إشي بالتفصيل، لهيك كان موجود هناك قائمة بأسامي جميع القطط اللي هناك، وفي باركود ننسخه وعن طريقه بنعرف معلومات أكثر عن القطط، أعمارها، إيش تتميز فيه وهكذا، وكمان برضو كانوا مرتبينها الأكثر شهرة، أكثر قط بيحبوه الناس وهكذا. دورت على ملك. ملك؟ هذا روبن؟ دورت عليه؟ لقيته؟ لا. طبعا كعادة نوح لما يركز ويندمج بينسى كل إشي حواليه، فراح قاعد وسط الناس والزباين الثانيين بدون ما يحس بحاله، بس عشان يتأكد إذا هذا القط هو ملك القطط في المكان ولا لا، وحتى يتأكد أولادي إنهم شافوا كل القطط الموجودة بالقائمة ولعبوا معاهم. اقترح عليهم زوجي اللعبة هاي. هسه علي ونوح بدي أعطيكم مهام، كل واحد معه تليفون، تمام؟ بدي إياكم تصوروا لي هذولا، وبدنا نشوف مين يصور أحلى، أوكي؟ بدنا نشوف مين يقدر يصور 12 بسة ومين يصور أحسن وأحلى، أوكي؟ يلا. الأولاد طبعاً انطلقوا بكل حماس بجميع أرجاء المكان عشان يدوروا على 12 قطة الموجودة بالقائمة، أما أنا وزوجي فآثرنا الجلوس بهدوء حتى نشرب الشاي اللي طلبناه،
فكانت فعلا فكرة موفقة. شو لقيت؟ أيوة. أها حلو. رقم بس خمسة. لقيت هاي. أيوه لقيت هاي. نح صورت كلهم. نوح كان مصمم ياخذ سيلفي مع كل قطة بيلاقيها، مع انه حكينا له الصور العادية بتمشي، لكن يمكن باعتقاده لو هو كان بالصورة يمكن صورة احلى فهو راح يفوز، وكمان لما يخلص تصوير بورج القطة الصورة يمكن كان باخذ رأيها. في قصة هناك. وين؟ ايه والله. لا لا انت مش بس. بس عشان تطلع هيك. توسان احملني. صورته. كم صورة؟ يلا صدر علي عشان يكمل 12 واحدة. حسب ما خبرونا الموظفين هناك فرواد المقهى 80% منهم من البنات والباقي هم الرجال، فأكيد يعني البنات أكثر ميلاً للأشياء اللطيفة، وإذا الأم والأب حابين يأخذوا أطفالهم على أماكن يستمتعوا فيها وتكون برضو فيها يعني تفاعل مع الحيوانات فمقاهي الحيوانات يعني خيار مناسب لذلك، خاصة إنه مش الجميع في اليابان قريبين من المناطق الريفية أو الأماكن اللي فيها حيوانات. علي كأنه في قطة فوق هناك. صح؟ ايه والله نايم. لا لا علي علي نايم نايم. ضربت سوت كف العيد. عضتك كف؟ هاي نعسانة ما تبقى رح تلعب معك. مش عاجب الوضع علي، بيحكي لي كل البسس نايمين او اغلبهم، استنى حدا يصحى. المقهى موفر مجموعة من الألعاب اللي بتقدر تستخدمها عشان تلعب فيها مع القطط، لكن للأسف ما في أي قطة تفاعلت مع اللعبة الموجودة مع علي ونوح، فلهيك كانوا حاسين بالإحباط الشديد، لكن سبحان الله إلا صالح تفاعلوا معه. بس الحمد لله بالآخر في واحدة جبرت بخاطر نوح ونطت لها نطة صغيرة. وقبل ما نروح إجا وقت عشاء القطط فتجمعوا كلياتهم عشان يأكلوا، فكانت فرصة ممتازة حتى الأطفال يشوفوهم كلهم مرة واحدة. ونيجي للجزء الأصعب من كل مشوار، الفاتورة. إحنا الأربعة، اثنين كبار واثنين صغار، كان حسابنا تقريبا $60، لكن أكيد عشان خاطر نوح الغالي برخص، ولأنه صراحة هذا المقهى مقارنة بباقي المقاهي يعتبر أرخص. المقاهي الباقي بتحاسب على الساعة ونص ساعة، لكن هذا المقهى بتدفع مبلغ معين وبتقعد قد ما بدك. وإحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ولا تنسوا دعمنا شير لايك وسبسكرايب، ودمتم بخير متابعينا.